بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 82. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وإذا أراد الله بعبده الشر وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن الله إذا أراد بعبده خيرا فإنه يعجل له العقوبة في الدنيا على ما يحصل منه من الذنوب، يعجل له العقوبة حتى يطهره ويخلصه منها، فيأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب ويدخله الله الجنة. وإذا أراد بعبده سوءا فإنه يمسك عنه العقوبة في الدنيا ويستدرجه ويعطيه من النعم وهو يعصي الله، فتبقى ذنوبه عليه يتحملها ويقدم بها على الله عز وجل، ثم يحاسب عليها فيعذبه بها في نار جهنم. هذا هو الفرق بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين المنافق والكافر، فإن الله يستدرجهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، سأل الله العافية. فلا يكره المؤمن ما يصيبه في هذه الدنيا من الجوع والمرض وفقد الأقارب والمصائب، لا يكره ذلك، بل يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الأجر، يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا يظن أن هذه الذنوب وهذه المعاصي تدل على غضب الله عليه، بل إنها تدل على رحمة الله به ليطهره بها من الآثام في هذه الدنيا، فيلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب فيدخل في رحمة الله. نعم. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد، لأن معناهما واحد. نعم. وفيه التنبيه على حسن الرجاء. نعم. أن الإنسان إذا أصابه شيء في هذه الدنيا لا ينقطع رجاؤه بالله، ولا يظن أن هذا يدل على أن الله يبغضه، بل يحسن الظن بالله عز وجل ويرضى بما أصابه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقتضيه لك. نعم، تحسن الظن بالله وأنه لا يريد بك الشقاء في هذه المصائب التي تصيبك، وإنما يريد أن يطهرك بها. قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم ويخلصهم ويمحق الكافرين. فهذه المصائب تجري على المؤمنين وعلى الكفار، لكنها للمؤمنين تطهير وتمحيص، وللكافرين محق وهلاك. نعم. كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن فيه تعرض للقتل والجراح، والإنسان يكره هذا بطبعه وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يرضى عن الله ويرضى بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله، ويصبر على ما أصابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. إن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء، المصائب والأمراض والفقر والفاقة وغير ذلك. فإذا عظمت على المسلم فهذا دليل على أن الله يريد به خيرا، لأنه يمحصه بها ويخلصه بها في هذه الدنيا. وأما الكفار فإن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيعطيهم النعم وهم كفار يعصونه ويقتلون أولياءه، مع هذا ينعم عليهم ويعطيهم لأجل أن يستدرجهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. هذا واضح في القرآن الكريم. ألا يقول أحد من الجهال أن نرى المسلمين في فقر وفي فاقة وفي تعب وكد ونكد، ونرى الكفار منعمين، عندهم حضارة وعندهم مدنية وعندهم مصانع وعندهم؟ نقول: لا تغتر بما أعطى الله الكفار، فإنه استدراج. ولا تحزن على ما يصيب المسلمين، فإنه تطهير لهم وتمحيص لهم، تخليص لهم من ذنوبهم. والله جل وعلا إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا لأجل أن يخلصه من ذنوبه، فيلقى الله عز وجل وهو خال من الذنوب، فينال رضا الله عز وجل. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث السابق ثم قال: نعم، هذا سنده، سند الحديث السابق: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، من سخط عليه السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إلى آخره. نعم. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء، الحديث. نعم. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حديث حسن، الحسن ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف، ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف. وقد يرويه الترمذي من وجهين:
من وجه صحيح ومن وجه حسن، فيقول حسن صحيح، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق آخر. نعم. والغريب، الغريب من الحديث من فرد بروايته واحد، من فرد بروايته واحد فهو غريب. نعم. ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد. لا يفهم من قول غريب أنه غير صحيح، لا، غريب صحيح لكن انفرد به واحد. نعم. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. كالذي قبله، إن الله إذا أحب قوما دل على أن الله يحب ويبغض ويمقت ويسخط سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. إذا أحب قوما ابتلاهم، امتحنهم، ابتلاهم يعني امتحنهم بالمصائب، بالأوجاع، بالفقر، بالفاقة، يبتليهم، فعليهم أن يصبروا ولا يقنطوا من رحمة الله، ولا ييأسوا أيضا، ويحتسبوا الأجر على ما أصابهم. نعم. قال المنذري: رواته ثقات. نعم. قوله المنذري صاحب الترغيب، ترهيب، إمام جليل في الحديث. نعم. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء. إن بكسر العين. إن عظم الجزاء بكسر العين. عظم بكسر العين، عظم بفتح الضاء. نعم. وفتح الضاء. نعم. فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء. عظم يعني يجوز ضم العين مع سكون الضاء، فيقال عظم الجزاء. نعم. أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. أي من كان ابتلاؤه أعظم من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. كمية كيفيتان. سبحان الله. أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. كيفية وكمية منصوب على التمييز. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. نعم، لا مانع من ذلك، قد تكون المصيبة يثاب عليها ويكفر بها، يجتمع الثواب والتكفير، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. نعم. إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. نعم. ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب جميل جليل فيه فوائد عظيمة. نعم. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. أشد الناس بلاء أي ابتلاء من الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحصل عليهم من الابتلاء أشد من غيرهم، كما حصل ليونس عليه السلام لما ألقي في البحر والتقمه الحوت، وكما حصل ليوسف عليه السلام من أخذه من والده وبيعه
واسترقاقه، صبر على ذلك. ثم ابتلي من قبل النساء، تعلقن به لجماله عليه الصلاة والسلام، أعطي شطر الحسن، تعلقت به النساء فعفى، خصوصا امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الكافرون. فعف عنها وتركها وركض إلى الباب ليخرج، فركضت وراءه لتمسكه، ألف يا سيدها، أي زوجها، لدى الباب، فقلبت الدعوة عليه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني جعلته هو الذي قلبها. هذا كيد النساء، هذا كيد النساء. قال هي راودتني عن نفسي، قال هي راودتني عن نفسي. فجاء شاهد من أهله فقال انظروا في قميصه، إن كان قد من قبل فهو الذي طلب كما قالت، وإن كان القميص قد من دبر فهي التي طلبته. فرأوا القميص قد من دبر، قال زوجها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. نعم، هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، لأن فيه الصبر على الابتلاء والامتحان، وهذا من التوحيد. نعم. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكون لغيرهم أولى وأحرى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر دينه، ماذا حصل على الأنبياء من التعب ومن مكابدة قومهم ومن الدعوة إلى الله والصبر عليها. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، شوف الصبر والاحتساب، إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل عليه من أذى قومه؟ وصل الأمر إلى أنهم ألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، فأزالته ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووصل البلاء به من قومه الشيء الكثير كما هو موجود في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا صبر واحتسب حتى نصره الله عز وجل وأظهر دينه وأعلى كلمته. نعم. فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. يحرم قصد المخلوقين، قصد المخلوقين في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وإنما هذا يكون مع الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقضي الحاجات ويفرج الكروبات. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يتوجه إلى الله بالدعاء في كشف الكربة وفي جميع المطالب. نعم. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. نعم، ومن أهم ذلك الاقتداء بهم، الصبر على ما يصيب أتباعهم. إذا كان الأنبياء حصل عليهم ما حصل، فأتباعهم يتسلون بذلك ويصبرون على ما يصيبهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله، رضي عن الله وصبر فله الرضا من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. ومن سخط فعليه السخط من الله، أي الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. أي نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر. نعم، الله وصف نفسه بأنه يرضى، كما وصف نفسه بأنه يغضب ويسخط سبحانه وتعالى. نعم. كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إيه وصف الله جل وعلا بالرضا. نعم. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة ومذهب السلف وأتباعهم من ليش؟ أهل ليش أتباعهم؟ ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. أي نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى آخر الدنيا، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، يصفونه بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال ونعوت الجلال كما جاءت، لا يحرفونها ولا يؤولونها. نعم، وإثبات الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، نحن لا نجعل لله صفات من عند أنفسنا، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، فنحن نثبتها ولا نعلم كيفيتها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نثبتها ونعلم معناها، نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. نعم. إثباتا بلا تمثيل. نعم، لا يغلى في الإثبات، لا يغلى في الإثبات فيقال مثل صفات المخلوقين، هذا غلو، ولا يغلى في التنزيه حتى تنفى الصفات عنه، بل تثبت له الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها، ينزه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. نعم. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير. إذا رضي الله عن العبد حصل له كل خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. وسلم من كل شر. وسلم من رضي الله عنه يسلم من كل شر، لأن الله يحفظه ويصونه. نعم. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف يرضى العبد عن ربه؟ نعم، أن يسلم العبد أمره إلى الله، يسلم العبد
أمره إلى الله، يكل أمره إلى الله جل وعلا. نعم. ويحسن الظن به، ويحسن الظن به، ولا يسيء الظن بالله. سوء الظن بالله والعياذ بالله هو طريق الكفار، لهذا إذا دخلوا النار قال الله جل وعلا لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. ويرغب في ثوابه. نعم، يرغب في ثوابه، يعني يطلب ثواب الله، يطلب ثواب الله، ويطلب من الله حوائجه التي يحتاجها، ولا يتعلق بمخلوق، يتعلق بخالقه الذي عنده حوائجه ومطالبه. نعم. وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما يرتاح إذا رضي بالله وعلق حوائجه بالله، يرتاح عند ذلك، تطمئن نفسه ويطيب قلبه. نعم. أما إذا أساء الظن بالله فإنه يبقى في شقاء وفي تعب، ويخيل إليه كل شيء أنه يضره ويهلكه. نعم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، نعم، وجعل الحزن في الشك والسخط. نعم. فالذي يرضى عن الله تطيب حياته ويعيش مطمئنا، والذي يسيء الظن بالله يعيش في ضيق وضنك، ويتصور كل شيء أنه ضده وأنه يهلكه. نعم. قوله: ومن سخط بكسر الخاء، قال أبو السعادات: السخط الكراهية، الكراهية للشيء وعدم الرضا به. نعم. يسخط الشيء يعني يكرهه ولا يرضاه، كما فسره أبو السعادات بن الأثير. أبو السعادات بن الأثير في غريب الحديث، له كتاب اسمه غريب الحديث. نعم. أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله، وكفى بذلك عقوبة. عقوبة. نعم. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل. نعم. ابن عقيل الحنبلي، أبو الوفاء ابن عقيل، من قدماء الحنابلة وأكابرهم. نعم. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. قال شيخ الإسلام: يعني هل يجب على الإنسان أنه يرضى بالمصائب؟ يجب عليه أنه يرضى؟ منهم من قال نعم يجب عليه يرضى بالمصيبة، ومنهم من قال لا، ما يلزم أنه يرضى بالمصيبة. نعم. كابن القيم وشيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. ولم يجئ الأمر به يعني بالرضا عن ما قدر الله كما جاء في الصبر. الصبر جاء في آيات كثيرة، يصبر على ما أصابه. نعم. لكن هل يصبر ويرضى؟ يصبر، هذا لابد من الصبر. أما الرضا ليس بلازم، يعني الإنسان يكره المرض، يكره الفقر، يكره نعم. ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. الثناء على أصحاب الرضا بالمكاره، أثنى الله عليهم، ولم يأمرهم بذلك ولكن أثنى على الصابرين. نعم. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسرائيلي يعني من طريق بني إسرائيل، فلا يصدق ولا يكذب، يتوقف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم. نعم، الرضا هذا فوق الصبر وليس بواجب أنه يرضى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. نعم، في هذا الباب مسائل. الأولى يعني فوائد، مسائل يعني فوائد، ما يستفاد من النصوص الواردة في الباب. هذه المسائل هي فقه الباب. نعم. الأولى تفسير آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير الآية. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان. أن هذا من الإيمان، الرضا بقضاء الله من الإيمان. نعم. الثالثة الطعن في النسب. طعن في الأنساب، تنقص أنساب الناس، ما يجوز هذا، لا يجوز. يقول فلان ما هو قبيلي، فلان من كذا وكذا، ما يجوز هذا، طعن في الأنساب. نعم، هذه واحدة، هذا من أمور الجاهلية. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شدة الوعيد على من فعل فعل الجاهلية عند المصائب، يشق الجيوب ويلطم الخدود ويدعو بدعوى الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية والعياذ بالله. عند المصائب يصبر الإنسان ويسلم لله عز وجل ويحتسب الأجر من الله. وأما أهل الجاهلية فعندهم النياحة، عندهم شق الجيوب، عندهم لطم الخدود، عندهم ضرب أنفسهم كما هو موجود الآن في بعض الطوائف، يضربون أنفسهم بالسياط في يوم معين من السنة. كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. لماذا يضربون أنفسهم؟ يقولون من الحزن على الحسين، على مقتل الحسين، يضربون أنفسهم بالسياط، وهذا من أمور الجاهلية. مقتل الحسين مصيبة ما في شك رضي الله عنه، لكن المصيبة تقابل بالصبر ولا تقابل بضرب بشق الجيوب وضرب الخدود ودعوى الجاهلية. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، إذا أراد الله، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فهذا دليل على أن الله يريد بعباده المؤمنين الخير. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. نعم، من رضي فله الرضا ومن سخط هذا الشر، فعليه السخط من الله عز وجل. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. نعم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فالابتلاء من الله دليل على محبة الله للعبد. نعم. الثامنة تحريم السخط. من سخط فله السخط، السخط على ما قدر الله محرم، لأن الله يسخط عليه. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا، من رضي فله الرضا من الله عز وجل، ثوابه أن الله يرضى عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أجزم إذا أصابتني مصيبة بأن الله يحبني؟ لا،
ما تجزم بأن الله يحبه. المصيبة قد تدل على غضب الله عز وجل وانتقامه منك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا لم يصب العبد بالمصيبة تكون المصيبة، هل إذا أصابته مصيبة تكون تكفيرا لذنوبه؟ يقول: هل إذا أصابت العبد المصيبة تكون تكفيرا لذنوبه؟ قد تكون تكفيرا لذنوبه إذا رضي بقضاء الله وقدره وصبر، تكون تكفيرا لذنوبه. أما إذا جزع وتسخط إنها تكون عذابا عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يبتلي الله الذي ليس في قلبه إيمان؟ يعاقبه. الذي ليس في قلبه إيمان إذا أصابه شيء فهو عقوبة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى ما جاء في الحديث: فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه؟ قوة. إذا كان في دينه صلابة يعني قوة، يستطيع أن يصبر على ما يصيبه، فإن الله يبتليه ليصبر ويثيبه. بشر الصابرين. الله بشر الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا في الصابرين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ثمة فرق بين سخط الله وغضبه؟ السخط هو أشد الغضب. السخط والمقت أشد الغضب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا لم يبتل المسلم فيعني ذلك أن الله ساخط عليه؟ نعم. ما أبلزهم. قد يكون لم يبتل لأنه لا يصبر، قد يحصل منه جزع ويحصل منه. الله عليم حكيم سبحانه، يمسك عنه العقوبة لئلا يهلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت المصيبة قد وقعت بسبب فعل العبد فهل يكون؟ ولهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث عن الله جل وعلا أنه إذا علم من عبده أنه لا يصلح قال: من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لأفسد ذلك عليه دينا. ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، من لا يصلحه إلا الغنى، فلو افتقر أفسد ذلك عليه دينا. الله يغني ويفقر بحكمته وعلمه بحال العبد مع النعمة ومع النقمة. هذا من رحمة الله ورأفته بعباده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن أن نقول أن أن الرضا بالمصائب أعلى مراتب الصبر؟ نعم. يقول: هل يمكن أن نقول أن الرضا بالمصائب أعلى مراتب الصبر؟ لا، ما هو أعلى مراتب الصبر، لكنه من الصبر، ولا يقال أعلى مراتب الصبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الرضا عدم الرضا بقضاء الله وقدره مع الصبر؟ نعم. يقول: هل يجوز عدم الرضا بقضاء الله وقدره مع الصبر؟ ما يمكن أنه ما يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر، هو غصب عليه، هذا ما هو باختياري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن للمسلم في المصيبة الواحدة أن يكون تارة صابرة وتارة راضية وتارة شاكرة؟ يقول: هل يمكن للمسلم في المصيبة الواحدة أن يكون تارة صابرا وتارة راضية وتارة شاكرة؟ لا أعلم هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل وبين الآيات والأحاديث التي فيها جزاء الصالحين والمتقين بالحياة الطيبة؟ الجزاء من الله يا أخي، وأما الصبر فهو من العبد. الصبر من العبد، وأما الجزاء فهو من الله، ما هم أخرجهم واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
إذا وقع البلاء على الإنسان وتسخطت نفسه وراودته الوساوس ولكن دون أن يتلفظ بذلك، فهل ينقص أجره؟ إذا ما حصل منه أفعال أو أقوال تدل على تسخطه فما يكون في قلبه لا يؤاخذ عليه حتى يعمل. إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الحمد يكون بمعنى الثناء؟ لا، الحمد الثناء، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، وأما ما لا صنع الشكر يعني الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر يكون على الجميل الاختياري، وأما الحمد فيكون على الشيء الذي لا صنع للإنسان فيه، وإنما هو صنع الله جل وعلا فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا نقول أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ لأن الله جعله فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله فوق الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي زميل من طلاب العلم يقول أن أعلى الأدلة هو العقل، يقول أن أعلى الأدلة هو العقل، كيف أنصحه؟ ما هو أعلى الأدلة هو العقل، العقل من الأدلة، أما أنه أعلاها لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من وقع في ناقض من نواقض فيه أشياء لا يدركها العقل، أشياء لا يدركها العقل، ولكن على العبد أن يؤمن بها، ولو لم يدركها عقله ما دام صح الخبر بها فيؤمن بها ولو لم يدركها عقله تصوره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يجدد إيمانه بالشهادة؟ نعم، إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام يتوب من هذا الناقض ويذكره باسمه: استغفر الله من كذا، استغفر الله وأتوب إليه من كذا. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، ما معنى جنس الأعمال؟ الجنس أشمل من الأفراد، أفراد الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جاء في حديث رواه البخاري في صحيحه: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب، كيف نفهم هذا؟ كيف كان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي وش اللي يضرب فيه بالعصا؟ هذا الذي نسبته إلى عمر، ما هو يضرب فيه بالعصا وإيه؟ ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب، ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يكون أحد بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر للمتمسك فيهن أجر 50 منكم؟ أي نعم، من هذه الناحية، لكن عند الصحابة أكثر من هذا من الأعمال، أنت عندك ناحية واحدة أنك صبرت، ولكن الصحابة عندهم أكثر من الصبر، أعمالهم أكثر من عمل، والفضيلة الواحدة لا تقتضي على الفضائل العامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمي بأسماء الله عز وجل
المتقابلة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر، لا هذه خاصة بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بها، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. خاصة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أخرج الأعمال من الإيمان ولكن يقر بأن الإيمان يزيد وينقص، هل يكون مرجئا؟ لماذا يزيد وينقص إذا ما فيه أعمال؟ ما فيه إيمان، إلا صار ما فيه أعمال ما يصير فيه إيمان أصلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب إلى من وقع به الشر قال أصابه شر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ذكر محاسن الميت في مجلس العزاء من النياحة؟ إيه نعم، تعداد محاسنه يعتبر من الندب، يدعى له بدل ما تذكر محاسنه، يدعى له ويتصدق عنه بدل تعليج. أنت ما تزكي أحد على الله، الله أعلم، أن تدعو له وتتصدق عنه وتحسن إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ذكر نسب الرجل يعتبر من، يقول وتمييزهم وتمييز الرجال بذلك، هل يعتبر من الطعن في الأنساب؟ لا، لا بأس بمعرفة النسب، لا لا بأس بمعرفة النسب، لأنه يحصل به صلة الرحم، إذا عرفت أنك من قبيلة كذا، من أسرة كذا، تصل أرحامه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في الأثر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أهل الإيمان يجتمعون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عرصات يوم القيامة؟ الله أعلم، هذا علمه عند الله، ولكن الأنبياء لهم منزلة ومكانة، نعم، غير منزلة عامة المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى خافضة رافعة؟ نعم، ما معنى قول الله تعالى خافضة رافعة؟ إن الله يخفض بها أقواما ويضعهم ويرفع بها آخرين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول أن المسلم يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره في الابتلاء، وله أن يسخط ويكره البلاء؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، هل يجب عليه أن يرضى أو يجب عليه الصبر؟ يجب عليه الصبر، أما الرضا قد يحصل لا يحصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية، توحيد الله جل وعلا، توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم، أفعال العباد من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وغير ذلك. توحيد الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات مع تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الهم والحزن الذي يحصل للمسلم بسبب تفشي المنكرات وتسلط الأعداء على المسلمين من عدم اليقين وعدم الرضا بالقضاء والقدر؟ لا، هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
في قول الله تعالى في سورة يوسف قدة، ما معنى قدة؟ شق، شق من قبل أو من دبر، شق الثوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، كيف يكون ذلك؟ الأزارقة يعني الخوارج، الأزارقة يعني الخوارج، هذول الأزارقة. ومعنى كلام من؟ كلام إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي فلا يحضرني الآن. نعم، هذه أول مرة أسمعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول بعضهم كان المشركون الأولون يؤمنون بوجود الله إيمانا جازما. بوجود الله كذا هالعبارة؟ قل يؤمنون بالله، لا تقول بوجود الله، يؤمنون بالله. نعم. يقول: ويوحدونه في الربوبية توحيدا كاملا لا تشوبه شائبة. كيف؟ يقول: ويوحدونه، كان، يقول: كان المشركون الأولون يؤمنون بوجود الله إيمانا جازما. يؤمنون بالله، لا تقول بوجود الله، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، لأن هذا الكون له خالق وله رب وله، لكنهم أشركوا معه في العبادة بحجة أن هؤلاء يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله، ما يعتقدون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذا يقولون. عباد القبور الآن يعلمون أن الميت ما يخلق ولا يرزق ولا، لكن يقولون هم صالحون، هؤلاء ناس صالحون نريد أن يشفعوا لنا عند الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله من الباقيات الصالحات؟ لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الائتمام خلف إمام يصلي يقول هل يجوز الائتمام خلف إمام يصلي صلاة الفجر وأنا أصلي صلاة غير مجموعة معها؟ إيش؟ وأنا أصلي صلاة أخرى غير مجموعة معها كصلاة الظهر. صلاة الظهر خلف من يصلي العصر يعني؟ غير مجموعة. ها؟ صلاة غير مجموعة، مثل يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي الفجر. والجمعة، صلي الجمعة، جمعة فرض الوقت، صلي الجمعة واقضي الصلاة التي فاتتك غيرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اقترضت مبلغا من المال من أبي، ويقول اقترضت مبلغا من المال من أبي، من أبي. نعم. ولم أستطع أن أرد المال وسمح لي بهذا المبلغ، هل يدخل هذا في تفضيل العطية بين الأولاد؟ إذا كنت فقيرا وأعطاك لفقرك فلا بأس بذلك، ولا يلزمه يعطي بقية الأولاد الأغنياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشتريت أرضا من أمي. يقول: اشتريت أرضا من أمي، فهل يعتبر هذا الفعل من تفضيل أحد الأبناء على غيرهم؟ لا، إذا اشتريتها من مالك فلا ما أعطتك إياها، لو أعطتك إياها صار تفضيل، لكن باعتها عليك أي ما فضلت إياها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في نونيته: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان؟ أي نعم، اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا النون، حبة في حنطة، زادوا النون التي ما أنزلها الله
في التوراة. الأشاعرة وأتباعهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقول استولى، فهذه لامهم، استولى اللام هذه من عندهم، يقال استوى ولا يقال استولى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن يريد الزواج من امرأة ثانية؟ من امرأة ثانية؟ ما هو مباح الزواج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة؟ الله يقوي. نعم. يعطيه من الزكاة شيخ؟ نعم. يعطيه من الزكاة؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج من أكثر من واحدة، محتاج إلى هذا، يعطى من الزكاة ولا عنده ما يسدد. أما إذا كان ما يحتاج إلى هذا فلا تعطيه من الزكاة، أعطه تبرع إن أردت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرفض الزواج لأحسن لأمي، يقول أرفض الزواج لأحسن لأمي حتى تموت، فما نصيحتكم؟ لا يجوز هذا، إذا كنت تحتاج إلى الزواج تزوج وتبر بأمك، لا قد يكون يعينك هذا على البر بأمك، تزوج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل المسلم يبغض الكافر لا يبغضه لكفره وإنما لأمر من أمور الدنيا، فهل يثاب لهذا البغض؟ لا، ليس له ثواب فيها، البغض في الله، أما البغض من أجل أمور الدنيا أو النزاعات بينك وبينه هذا لا، ليس من الدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز مباهلة أهل البدع؟ نعم. يقول: هل يجوز مباهلة أهل البدع؟ كيف مباهلة أهل البدع؟ ما أعرف إيش المقصود. نعم. المباهلة هو الدعوة على النفس بالموت أو باللعنة، نجعل لعنة الله ثم نبتهل، نجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تسمية عبد الإله يقول اللوه وعبد الكريم بكروم؟ كيف؟ يقول تسمية من اسمه عبد الإله، ارفع صوتك ما أدري، يقول: هل يجوز تسمية من اسمه عبد الإله بألوه؟ أيوب ألوه، سمه باسمه يا أخي بالعبد الإله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أحدث الإمام في الصلاة ولم يقطع صلاته وأكملها، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ تبطل صلاته وصلاة من خلفه إذا علموا بانتقال وضوئه، تبطل صلاة الجميع. أما إذا لم يعلموا حتى فرغوا من الصلاة تصح صلاتهم وتبطل صلاته هو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، هل يدل على أن الشمس تتحرك وليست ثابتة؟ تجري، نقول الشمس تجري كما قال الله جل وعلا، تجري لمستقر لها، وفي قراءة لا مستقر لها، تجري لا مستقر لها. نعم. هذا ولا يقال الشمس ثابتة والأرض هي التي تجري، ولا يقال إن الشمس ثابتة والأرض تجري حولها، ولا يقال إن الأرض، ولا يقال إن الشمس ثابتة والأرض تجري حولها أو العكس، ولا يقال هذا ولا هذا، بل يقال الشمس تجري أو المستقر لها، يعني تسجد تحت العرش، أو لا مستقر لها على قراءة أخرى. نعم. كما قال الله جل وعلا: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل على أن الشمس تجري من المشرق إلى المغرب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ لا بأس به،
لا بأس به، وهو رأي المالكية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الرجل الذي يلعن والده هل يرث منه؟ يرث منه، لكن أعوذ بالله يعاقب على لعنه لوالده. الواجب البر بوالده والإحسان إليه حتى ولو كان كافرا، يبر به ويحسن إليه، فكيف إذا كان مسلما؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل عنده محل لبيع الزهور ويبيع الزهور في مناسبات معينة، ويطلبون منه بعض الكفار أن يكتب على الزهور في مناسباتهم، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، يساعد الكفار على باطلهم، لا يجوز له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل عنده مال يتاجر به، وهذا المال في عملتين، يقول إذا أراد أن يزكي هل يجمعهما ويزكيهما بعملة واحدة؟ لا بأس بذلك، أول بعضهما إلى بعض يزكيهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة من فرنسا تقول: زوجي لا يصوم ويترك الصيام متعمدا، فهل يجوز لي أن أحضر له الطعام في أيام رمضان؟ لا يجوز لك أن تبقي معه وهو لا يصوم، هذا كافر، ولا يجوز بقاء المسلمة مع كافر لا يصوم متعمدا تارك للصيام، ركن من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجماعة الثانية في المسجد فضلها كفضل الجماعة الأولى؟ لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، أما إذا فاتت الجماعة الأولى فلا بأس أن تقام جماعة ثانية. نعم. ولهم أجر الجماعة، الجماعة الثانية لهم أجر الجماعة، لأن فاتتهم الأولى، ما تركوها اختيارا، فاتتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين صفوف الرجال وهم يصلون؟ لا بأس بذلك، لأن سترتهم سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان في مكة وأراد الذهاب إلى مطار جدة ثم يعود إلى مكة للعمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي نوى منه، من المكان الذي نوى منه يحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قام الإمام من السجود قبل سجود المأموم، فهل يعيد المأموم هذه الركعة بعد السلام؟ إذا قام الإمام من السجود قبل سجود المأموم، فهل يعيد المأموم؟ إن كان تأخره لعذر ما سمع ما، فيسجد بعده وتصح الصلاة. أما إذا تعمد، إذا تعمد التأخر عن الإمام فلا تصح الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا سجد فسجدوا، إذا ركع فركعوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول يقول بعد الإقامة حقا لا إله إلا الله؟ ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يقولون أن لبس الرجال للأساور كلبس الخاتم. لا، ما يلبس الأساور إلا النساء، أما الخاتم ما يلبسه الرجل تلبسه المرأة، لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس العدسات اللاصقة للنساء للتجميل؟ للتجميل ما يجوز، أما إذا لبستها لحاجتها إليها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان في بلاد إسلامية ولكنها تحارب الإسلام وفيها كثير من الفواحش والمنكرات، فهل يجوز لها السفر
إلى بلاد الكفار كيف؟ فهل يجوز؟ أعد السؤال. يقول من كان في بلاد إسلامية ولكن يحارب فيها الإسلام وفيها الكثير من المنكرات، فهل يجوز له السفر إلى بلاد الكفر؟ بلاد الكفر أشد منكر، يبقى في بلاد الإسلام ولو كان فيها منكرات لا يستطيع إزالتها يبقى فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم جمع الصلاة للمريض؟ إذا احتاج إلى هذا يجمع بين الصلاتين، إذا كان يشق عليه كل صلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في بعض الأحيان يتعارض حضوري لمجالس العلم مع حاجة والدي، يقول فماذا أقدم؟ قدم حاجة والديك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم حلق الشعر الذي في الوجه بجانب العينين؟ يقول إذا كان يؤذيك أو يشوه المنظر فأزله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته إن كنا صويحبات يوسف؟ يعني هذا لما قال مروا في مرضه صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، قال لعائشة مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت يا رسول الله إنه رجل أسيف إذا وقف موقفك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف، يعني أنا آمرت وأنت تقولين كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لي، كان تقديم أبي بكر رضي الله عنه دليل على خلافته، قدمه الرسول في الصلاة فقدموه في الخلافة وقالوا يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن أطلب من صاحب الصرافة أن يحول مبلغ كذا وكذا إلى حساب أحد الأشخاص ثم آتيه في اليوم الآخر في اليوم الثاني بالمبلغ الذي حوله؟ اقبض المبلغ منه ثم حوله، اقبض المبلغ الذي تريد إرساله ثم حوله أنت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز التسمي بعبد النور؟ عبد النور؟ هو من أسماء الله النور، لكن ما هو معروف التسمي بعبد النور، لأنه يخشى أنه يقصد بالنور نور الشمس أو نور القمر. نعم. النور مشترك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا بعيد عن زوجتي لمدة طويلة لظروف العمل، يقول وتشتد شهوتي كثيرا، فما الواجب علي لحفظ نفسي؟ تسافر لزوجك ثم ترجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول وإذا لم تقدر على السفر عليك بالصيام فإنه يقمع الشهوة، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أحد العلماء قام بتجريح رجل ثم قام عالم آخر بتعديله، فما الواجب على الطلبة؟ هل يأخذوا بالجرح أم بالتعديل؟ ما ندري إيش هالجرح والتعديل، هو الرجل هذا من المحدثين من رجال السند، تجريح والجرح والتعديل هذا في رجال السند لأجل حماية الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخيل، أما التجريح اللي هو
غيبة ونميمة ولا قائل من ورائه لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أتفق مع بائع الذهب؟ يقول: هل يجوز أن أتفق مع بائع الذهب على أن يأتيني بذهب وصفه كذا وكذا وليس عنده ونعقد البيع على هذا؟ لا، ما يجوز إلا يدا بيد. الصرف لا بد أن يكون يدا بيد في المجلس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.